100 دولار هو المبلغ اللي كسبته من يوديمي. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن انها تكون مصدر رزق ليك او ليكي هو موقع يوديمي اللي ممكن ترفع عليه كورسات وتبيعها عن طريق الاونلاين. الموقع سهل وبسيط، كل اللي انت بتعمله انك تعمل يوزر نيم او باسورد، ده كانك بتسجل تسجيل دخول، وبتيجي عند الخانه بتاعه بي انستراكتور او كون مدرس، وبترفع فيها الفيديوهات بتاعتك والكورس. في شرح كتير هتلاقوه اونلاين ليه ازاي ترفع الكورس، وهم عاملين توتوريالز او حاجات توضيحيه كده ازاي ترفع الكورس. بتحدد سعر الكورس، ولكن في بعض الشروط المهمه. لو الكورس اقل من ساعتين فممكن انك تخليه ببلاش، وده انصح بيه في الموقع كبدايه عشان تجيب ستودنت والناس تتعرف عليك. لكن لو اكتر من ساعتين الزامي انها تكون بفلوس. هل الموقع لازم علشان تنزل الكورسات لازم تكون بوشك؟ لا، ممكن تنزل سكرين كده لكنك بتعرض على الباوربوينت وتسجل بالصوت. فالبعض السيدات اللاتي لا يشعرن بالراحه ممكن يكون الموضوع بالنسبه لهم كويس. هل الكورسات بتتباع؟ وده انا شفته على مدار رحلتي على يوديمي، ولكن الموضوع بيتباع بياخد وقت طويل، بياخد وقت من حيث الاعداد لانك اوريدي لازم تعد الكورس بيكون حاجه كواليتي كويس. ثانيا انك بتنزل الكورس وبتنتظر رزقك، بتقول يا رب. ولكن نقطه كمان مهمه انك بيكون عندك كورسات ببلاش، انت بخلي حاجات فري بحيث ان الناس تعمل انرولمنت او تعمل اشتراك عندك على الموقع بتاعك او على الصفحه بتاعتك على يوديمي، بحيث ان انا اشتريت كورس فهيسمى عندك ان عدد الستودنت او عدد الطلاب بتوعك قد يوصلوا، انا شخصيا داخل على 3000 شويه. فده بسبب الكورسات المجانيه، وطبعا الحاجات اللي بفلوس بتتحسب. ولكن تخيلوا كده انت منزل الكورسين فما فيش عندك في السيرش، لما يجي حد يعمل سيرش ما بتظهرش فيه اول حاجه. نقطه كمان مهمه، احنا بننزل كورس مش كورسات احنا مالناش علاقه بيها، حاجات لازم انها تكون هاي كواليتي، ودي النصايح بتاعتي انها تكون هاي كواليتي. ثانيا انها تكون غير موجود عليها حاجه موجوده في الوطن العربي، بمعنى انك لو عملت سيرش على التايم مانجمنت اداره الوقت تلاقي كورسات كتير على التايم مانجمنت اداره الوقت، كورسات كتيره بتتكلم على اداره العلاقات كوميونيكيشنز، كورسات كتيره بتتكلم على ليدرشيب. خليك متميز، ولو هتتكلم على حاجه في دول خد حاجه منها مميزه، تكنيك معين. نصيحتي عشان تنجح اكتر على يوديمي انك تختار كورس معين هو كورس تكنيكال، حاجه انت اوريدي بتشتغل فيها بايدك، حاجه مثلا نظام المراجعه الضريبيه لشركات التامين، حاجه كده فيري سبيسيفيك، هتجيب جمهور اكتر بكتير من انك تجيب حاجه فيري جينيريك. عاده ما حدش هيشتري حاجه زي كده لانها موجوده مستهلكه وموجوده على اليوتيوب وحاجات كتير، لكن الحاجات اللي فيري تكنيكال بتكون بالنسبه لك مميزه وبتبيع اكتر. تجربتي في البيع اغلب الحاجات اللي اتباعت لم يكن 99% كان حاجات تكنيكال، حاجات عن التامين الطبي، اعملوا كده سيرش على التامين الطبي مش هتلاقي فيه كورسات على التامين الطبي موجوده اونلاين. عشان كده لما انا عملت الكورس ده ورفعته عمل نجاح. كورس الانفستمنت فاونديشن اساسيات الاستثمار، في ناس بتتكلم على الاستثمار لكن كورس الاساسيات الاستثمار بتاع ماتيريال السي اف اي محدش بيتكلم عليه، كورس فوق ال 12 ساعه باع، بيبيع كويس جدا. الكورسات اللي هي التكنيكال دي بتبيع كويس جدا، الحاجات اللي مستهلكه عاده مش بتبيع. تقول لي طب انا اعمل ايه؟ انا لا، شوف انت بقى بتشتغل في ايه، الحاجه اللي انت بتشتغل فيها وعندك اتقان فيها فتقدر انك تتكلم فيها بطريقه جيده، فتمثل فارق كبير وانت بتتكلم على هذا الموضوع. موقع يوديمي ممكن يكون مصدر رزق ليك. خلي بالك ان التسعير عاده النسبه بتاعتك ممكن توصل ل 20%، ويوديمي هيقللها على مدار السنين اللي جايه عشان توصل ل 15%، كانت 25 و30%، دلوقتي هيخليها بعدين 15%. هل ده حلو ولا وحش؟ على الاقل انت بتكسب من موقع وانت اوريدي بتجرب عليه. والمميز هنا ان تجربتي على يوديمي خلت مثلا مواقع زي المنتور، مواقع كتيره انها تتواصل وتتعاقد معايا كشخص بيدي تدريبات، فدي ميزه كويسه انك بتعمل انتشار كويس. نصيحتي بس حط بيانات التواصل، حط كل المواقع بتاعتك، ولكن خلي بالك وانت بتعمل الفيديوهات ان على الاقل اهم حاجه لو هتطلع بفيديو اهم حاجه يبقى الصوت كويس، يبقى الكورس اقل حاجه نص ساعه ومتقسم على الاقل 5 موديولز، بمعنى انك بتعمل كورس على اداره المستشفيات، فعلى الاقل الكورس عشان يتنشر على الاقل نص ساعه، وعلى الاقل يبقى متقسم 5 دروس، يبقى درس مثلا تمهيد، الدرس تعريف اداره المستشفيات، اهميه اداره المستشفيات، عناصر اداره المستشفيات، كذا كذا، والتطبيق العملي وهكذا، بحيث انه يبقى 5 دروس. نصيحتي في التعليم الالكتروني ما يزيدش الكونتنت او المحتوى في الفيديو عن 6 7 دقائق علشان الناس بتزهق وبتمل. خلي فيه تابه للاسئله، هتلاقي فيه تابه كده زي فيديو للاسئله او تابه اكسرسايز يحله في فاينل اساينمنت، بحيث ان في انتر اكتيفيتي او تفاعل بيرفع من جوده الفيديو، بيخلي الناس مبسوطه وهي بتاخد الكورس.
هل موقع يودمي لما تيجي تحول بتحول على طريقتين، باي بال وبايونير؟ انا شخصيا اخترت بايونير عشان تحويل بنكي، لكن اكتشفت ان بايونير بيخصم كمان 30 دولار كل سنه كمصروفات لاداريه، كانت زمان مش موجوده وطبقوها للاسف. ثانيا وده الأسوأ، انه لما تيجي تحول كمان اتجد ان في 10 دولار اتخصم، فتقريبا مصاريف التحويل 10 دولار مع مصاريف الاداريه اللي هي 30، فانت عندك 40 دولار مع السلامه كده راح. زائد انت كمان عندك لما تيجي تحول من بره البايونير، انا حولت على حساب سي اي بي وكان حساب دولاري عشان يتحول بالدولار، لو هتحوله بالمصري هيتحول بالمصري، فانا قررت ان هو يتحول بالدولار عشان احصل عليه بالفلوس بالدولار، فحولتها على حساب بنك السي اي بي. فبنك السي اي بي كمان التحويل، وده تحويل خارجي، ال 102 دولار وصلوا لي حوالي 98 دولار او 97 وشويه، يعني 98 دولار من 102 وشويه سنت، يعني تقريبا 103، يعني تقريبا تقول كمان 4 ولا 5 دولار اتخصموا، فانت عندك ممكن نوصل الى 45 دولار بيتخصموا بشكل سنوي. فانت حولت واجتهدت وعملت الكورس وكل حاجه، واذا فجاه بتحول الفلوس على بايونير تكتشف انه الكورس قعدت سنه مجهودك يا صابر 30 دولار مع السلامه، و 10 تيجي تحول الفلوس هي اخصم 10 دولار، وتيجي كمان المصروفات اللي هي الانترنال هنا تتخصم. فكل الحاجات دي لازم تضع في الحسبان، عشان ايه ده بعد ده كله حرقين هنعمل ايه؟ كبدايه ليك حاجه كويسه، لكن مع الوقت ان شاء الله ربنا يكرمك. انا شخصيا 100 دولار دول بعد سنه وشويه، يعني تقريبا عملت 150 دولار صفصفوا على 100 دولار صافي، تقريبا 98 وانا شاركت، يعني 100 دولار صافي، فمجهود سنه وشويه وبعد مجهود مضني، ولكن ان شاء الله خير السنه الجايه تبقى افضل وهكذا، ولكنها مصدر خير ليك. خدها بشكل مباشر انك تستفاد لاحقا او دلوقتي، ولكن الغير مباشر هو انه ممكن مواقع تطلبك، شركات تدريب، جالي عروض تدريب اوفلاين او حاجات اونلاين اديها، فدي استفاده عظيمه جدا. عاوز بس اقول حاجه، وانت بتعمل الفيديوهات تخلي بالك انك تجيب مايك، وده مهم جدا، اهم حاجه الصوت. ثانيا الصوره، صور بالموبايل، انا شخصيا بصور بالايفون، الايفون كاميرته عظيمه جدا، من اول انا شخصيا بصور ب8 بلس فما فوق، جوده عظيمه جدا. اهتم جدا 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 بالاضاءه، تبقى الاضاءه زي ما انتم شايفين كده نور ربنا صابح، او اجيب الرينج تبقى فيه اضاءه، او اي حاجه اقدر ان انا انور بيها المساحه بتاعتي، تبقى الخلفيه بتاعتي نيوترال حياديه، ما يبقاش مثلا كركبه سيريز او حيطه متكسره او لا، تبقى الحيطه لذيذه كده. لو ما فيش حيطه لذيذه او باك جراوند ناعمه كده، ممكن اجيب حيطه بيضه تبقى ورايا، واجيب المكان بعيد، اهم حاجه اقلب بس الكاميرا الروتيت كده بالعرض، وتبقى الدنيا بالنسبه لي واضحه. لكن احافظ قدر الامكان على ان الموضوع يكون بهذه الصوره، واحاول استخدم بادي لانجوج واشرح بهذه الطريقه، استخدم برنامج للتعديل زي ادوبي بريمير، بحيث انك تقص وتعمل دخلات، حاجات بسيطه جدا، الموضوع سهل، بتقص وبتلزق وبتعمل ترانزيشن، مش بياخد منك ولا وقت ولا مجهود، والدنيا بتكون سهله، فلا داعي للتوتر ولا القلق. مواضيع سهله جدا ممكن تكون مصدر دخل ليك مباشر بشكل غير مباشر، بتنشرك، تخلي شركات التدريب ومنصات انها تطلبك، في نفس الوقت ريبيتيشن مهم جدا. اهم 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 حاجه انك تعمل كي وورد او كلمات دلاليه وانت بتعمل الكورس بتاعك، يعني بتتكلم على اداره المستشفيات، اتكلم في وصف الكورس، خلي عنوان الكورس كاتشي او جذاب. ممكن تستخدم الاي اي انك تعمل سيرش مثلا الذكاء الاصطناعي، في برامج منها مجانيه، قول لي عنوان مميز لكورس هنشره على موقع يودمي، يجيب لك، واكتب موضوع الكورس مثلا اداره المستشفيات، اقول لك احترف اداره المستشفيات، ما اعرفش، تميز اداره المستشفيات العهد الجديد، عناوين دي كاتشي وبتجذب الانتباه. كذلك ممكن تستخدم الاي اي ان هو يجيب لك الكونتنت، يا ترى انا بفكر، طب انا محترف جدا في المراجعه الداخليه، ازاي اعمل كورس على الموضوع ده؟ اكتب على الاي اي، ادي اعطيني محتوى مثلا، او اعطيني اوتلاين او فهرس لمحتويات هذا الكورس، هتلاقي راح منزل لك كل هذه المواضيع. فلا، بيبقى ميزه كويسه جدا، بتستفاد، بتتطور، بتعمل حاجات كتيره جدا جدا تقدر انك تخرج منها. موقع كويس جدا، ده ابرز تجربتي في موقع يودمي. حرقين وبيخصموا، يبقى الكورس مثلا الراجل شاريه ب 80 دولار ينزل لك 10 دولار ولا 7 دولار للاسف، لان مره ثانيه نسبه يودمي كبيره. لكن انصحك انك تستمر على الموقع ده وتستفاد منه، ولكنك بتنشر وخلاص، وان شاء الله يجيب مصدر رزق. اعمل حاجات مجانيه وحاجات بفلوس، بحيث انك الناس تقبل على الحاجات المجانيه، فتزود عدد الستودنت وعدد الريفيو عندك، رد على كل حد بيعلق على اي فيديو سواء بالايجاب او بالسلب، حتى لو حد قيم صفر او واحد اقول لك ايه القرف ده،
رد عليه اشكره على تعليقه، وان انت بتاخده في الحسبان، ولو امكن يضيف تعليق اضافي او يقول لك ايه بالظبط اللي كانت المشكله، بحيث ان الدنيا تكون بالنسبه لك واضحه. كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتمثل فارق مهم جدا جدا، هيساعدك على تطوير هذا الموضوع. تجربتي على يدمي واحده من ضمن التجارب اللي كتير جدا بيقبل او بيتمنى ان هو يشتغل على موقع يدمي او بيكون بالنسبه له. انا جربتها وهذه هي تجربتي. ما تتوقعش انك تاخد $100 على مدار سنتين او سنه ونص زي ما انا حصلت في البدايه. الموضوع بيكون مش افضل حاجه، ممكن تجد $2 نزلوا لك يا سنه و2 دولار، ولكن لما تخيل كورس واحد جاب $2، طب تخيل بقى ده يدفعك انه كلما زاد العدد كلما زادت الفرصه. فانت عامل كورس واحد، لا تعال نخليهم 10 كورسات. طب ايه الخطه؟ اهم حاجه احرص على المحتوى بتاعك يكون كويس. اتعلم الايديتنج على اليوتيوب، الادوبي بريمير فور بيجنر، الحاجات الاساسيه، قص يلزق، حط ترانزيشن سريع، بلاش تحط ترانزيشن اللي هو حاجات نازله وطالعه، حاجات لذيذه بس بسيطه، لانك بتعمل حاجه كورس. يودامي من ضمن الحاجات اللي مش بيفضلها انك تحط لوجوهات او بيبقى الكفر او الخلفيه بتاعه الكورس فيها كلام، فحط صوره دلاليه عشان بس ما تغلطش الغلطات دي. خلي بالك كويس قوي انك تعمل برومو للكورس بتاعك، البرومو ده ما يزيدش عن دقيقه، وتحاول ان يكون كاتشي، يكون في بدايه وانترو، اللي هي انترو بدايه ونهايه اللي هي بيسموها اوترو، اللي هي كول فور اكشن. بمعنى الكورس النهارده هيتكلم على كذا كذا كذا، معاكم دكتور مصطفى عطيه اخصائي تعريف بالنفس، ثم النهايه جاهز يلا بينا مع بعض ننطلق في رحله هذا الكورس، اشترك الان في هذا الكورس لنبدا رحله التغيير. شايفين الاداء ده؟ الاوترو بيسموه كول فور اكشن او دعوه ان الناس تشترك. فانت بتاخدها بهذا الجانب، لكن بتبدا الكورس بتاعك بالكورس اهلا بيكم في كورس، هي دي البدايه، اهلا بيكم في كورس دبلومه التامين الطبي. في الكورس ده هنتكلم على كل ما يتعلق بالتامين الطبي من 1 2 3 4 5 6 7 8، وكمان هيكون في كتير جدا من الدروس المميزه والتطبيقات اللي هتقدر بيها انك تفهم هذا العلم بمنتهى السهوله واليسر. معاكم دكتور مصطفى عطيه اخصائي كذا 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 كذا، جاهز يلا بينا مع بعض نشترك في هذا الكورس اللي نبدأ رحلة التعلم يلا بينا. شايفين؟ ونهاية لذيذة. اهم حاجة بيبقى أكتف وانا بتكلم نشط بدي، يبقى الموضوع ماشي بهذه الطريقة. برومو بيتنشر مع صورة الكفر، بتحسن جدا جدا من البروفايل بتاعك، وبتقول يا رب تعمل البروفايل بتاعك بصورة شيك بروفيشنال، مش صورة فرح او صورة مبكسلة. صورة البروفايل بتاعتك على يوديمي شيك، فيها كده وجاهة، الخلفية تكون بيضة او تكون حيادية. لو عندك صورة كويسة جدا والخلفية عاوز تغيرها، اعمل ريموف باك جراوند او تشينج باك جراوند، هتلاقي مواقع كتير بتغير لك الخلفية. الصورة كويسة، كواليتي كويس، لابس فيها بدلة او لابسة فيها فورمال، بتبقى صورة كويسة جدا، بتعمل انجيجمنت. اهم حاجة خلي بالك من المايك، المايك ما يكونش ملزوق على بقك للناس اللي بتسجل باوربوينت، عشان ما يبقاش فيه رذاذ. نخلينا بتاعت قدر الامكان بحيث ان صوتنا واضح، صوتنا يكون واضح، ما يكونش فيه مونوتون، خاصه للناس اللي بتعمل باوربوينت. ما يبقاش النهارده يا جماعه هنتكلم عن الكورس ده يا جماعه، لا يبقى فيه اكتف، النهارده يا جماعه هنتكلم على اول حاجه يلا بينا كذا كذا، ثاني حاجه كذا كذا. حاول لكنك بتتكلم مع حد وتستخدم البادي لانجوج بتاعتك لو انت بتتكلم، ولكن احفظ على هذه المواضيع، مواضيع بسيطه جدا. نصيحه كمان مهمه، استخدم ستاند، اوعى تستخدم اي حاجه بايدك لان بتقعد تتهز، اوعى تستخدم مثلا سجادة او حاجة، لا استخدم حاجة تكون بالنسبة لك مهمة، يبقى الكاميرا توضح ان ما يبقاش الصورة واضحة، يعني مثلا ما يبقاش الفيديو لازق كده، لا يبقى في مسافة علشان ده بتبقى راحة العين، وما يبقاش طبعا في مسافة كده وساب، لا بحيث ان الدنيا تكون بالنسبة لي واضحة. خلي بالي من الخلفية ما يكونش فيها زي ما قلت حاجات كتيرة، تبقى بسيطة قدر الامكان عشان ما تشتتش الناس، عشان الناس ما بتطلعوش بصين على هذه المواضيع. مش لازم تبدا باحدث كاميرا واغلى حاجه، انا لغايه دلوقتي بصور بكاميرا ايفون 8 بلس والدنيا زي الفل، كاميرات الايفون عظيمه، ما بحبش الايفون، استخدم يا سيدي اي كاميرا. المهم خلي بالك من الاضاءه، وخلي بالك كويس قوي من الفيديو بتاعك انه يكون كويس شكله شيك وكمان مهندم هيعمل فارق كبير. دي تجربتي في موقع يدمي بكل التفاصيل، اتمنى اكون بالنسبه لكم مرجع لاي حد حابب ان هو يعمل فيديوهات على هذا الموقع ويكسب منها فلوس.